أهلا بكم في قناتنا قناة الفن، لكل جديد في عالم النجوم والمشاهير. الفنانة السورية جيني أسبر تخضع لعملية استئصال ورم من جسمها، ومعلومات وحقائق ترونها لأول مرة عنها. قبل متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أجرت النجمة السورية جيني أسبر قبل أيام عملية جراحية في أحد مشافي مدينة اللاذقية، حيث أقامت بالمشفى لعدة أيام قبل أن تغادره مساء أول أمس بعد تحسن صحتها. وكانت جيني أسبر قد أجرت عملية جراحية لإزالة ليف دموي وورم من البطن، أثبتت الفحوصات الطبية أنه ورم سليم، حيث تخضع جيني في الوقت الحالي لفترة نقاهة واستشفاء في منزلها. صورة للفنانة جيني أسبر خلال تواجدها في المستشفى بعد إجراء العملية الجراحية. من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني، تستعد جيني خلال الأيام المقبلة وبعد انتهاء فترة نقاهتها للالتحاق ببطولة الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي ببساطة. أمور لا تعرفها عن الفنانة جيني أسبر. ولدت جيني أسبر في 20 أغسطس عام 1980. عمرها في 2019 38 عاما. تحمل جيني أسبر الجنسية السورية وكذلك تحمل الجنسية الأوكرانية. برجها الفلكي هو برج الأسد. ديانتها مسيحية. محل إقامتها حاليا سوريا. جيني أسبر ممثلة سورية عرفت بملامح أوروبية، ولدت في مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا لأب سوري أرمني وأم أوكرانية. صورة للفنانة جيني أسبر وهي رضيعة لا يتجاوز عمرها 5 أشهر. صورة لجيني أسبر بصحبة والديها وهي في سن 6 سنوات. صورة لجيني الطفلة تحمل فيها لعبتها وهي في سن 5 سنوات. عاشت جيني أسبر فترة الطفولة والمراهقة في أوكرانيا حتى عمر 16، بعدها عادت إلى سوريا برفقة والديها. صورة لجيني أسبر في عمر 3 سنوات مع صديق طفولتها الأوكراني لوشكا. درست جيني في كلية التربية من جامعة تشرين، تخصصت في مجال التربية الرياضية وقسم التغذية. صورة للفنانة جيني أسبر عندما كانت بعمر 16. جيني أسبر في عمر 17، أي بعد عام على عودتها إلى اللاذقية في سوريا. عملت جيني أسبر بعرض الأزياء منذ فترة المراهقة، حيث لفتت الأنظار بجمالها وطولها وتناسق قوامها. بعد ذلك بدأت في الظهور في عدد من الإعلانات التلفزيونية. اعترفت جيني أسبر بإجراء عمليات تجميل، حيث أكدت أنها أجرت أكثر من 6 عمليات تجميل حتى تصل بشكل الأنف لما يبدو عليه حاليا. لا تتردد جيني أسبر بعرض صورها قبل وبعد التجميل وفي كل مراحلها العمرية. سجلت جيني حضورها الأول في الدراما السورية في العام 2002 في مسلسل مرايا، وقدمت أكثر من 50 مسلسلا وبرعت في الأدوار الكوميدية والأدوار التراجيدية وأدوار البيئة الشامية والبدوية. الفنانة السورية جيني أسبر بدون مكياج.
أعجاد جيني حضورها الأول في الدراما السورية في العام 2002 في مسلسل مرايا، وقدمت أكثر من 50 مسلسلا وبرعت في الأدوار الكوميدية والأدوار التراجيدية وأدوار البيئة الشامية والبدوية. جيني إسبر مع زوجها السابق عماد ضحية. جيني إسبر مع زوجها السابق عماد ضحية وابنتها نوسة. ورغم أن جيني مسيحية الديانة تزوجت من المنتج عماد ضحية وهو مسلم من الطائفة العلوية. تشتهر جيني إسبر بأنها من أكثر النجمات اللواتي يعمدن إلى التغيير في إطلالتهن الجمالية. جيني إسبر لديها اليوم ابنة وحيدة وتدعى ساندي ولقبها نوسة. من أبرز أعمالها الدرامية مسلسل زمان الوصل ومسلسل صبايا وتخت شرقي وبنات العيلة وعابد كرمان ومسلسل خاتون الجزء الثاني وصرخة روح ومسلسل أهل الغرام وغيرها العشرات من المسلسلات. والدة جيني إسبر الأوكرانية وابنتها. صورة لجيني إسبر مع والديها وابنتها الوحيدة ساندي. اشتهرت جيني إسبر بجمال طبيعي ورقيق، وحازت جيني على ألقاب جمالية عدة من بينها ملكة جمال المغتربين في أوكرانيا في العام 1996 وملكة جمال الساحل في طرطوس في العام 2001. تحدثت إسبر عن تعرضها للخيانة مؤكدة أنها سببت لها جرحا عميقا أصاب كرامتها وأنوثتها، وأضافت الأمر لا يتوقف على الخيانة الجسدية بل يتعدى إلى ما هو أهم، إذ أرى بين المحبين أسرارا وأمور خاصة مقدسة يجب ألا يعرفها أحد، وحين يخوض الشريك في علاقة أخرى تخرج هذه التفاصيل إلى العلن. عندما يرتبط الرجل بإمرأة أخرى فكأنه يفتح الباب على حياته الشخصية كلها. وتابعت جيني واجهت الخيانة بشجار كبير مع الشخص الذي تمسكت به لظروف معينة كأن أحافظ على منزل الزوجية وعائلتي وابنتي، لكن حين شعرت أنني فعلت ما بوسعي من دون جدوى في مقابل إصرار الطرف الآخر على الخطأ أنهيت كل شيء وأخرجته من حياتي وحسبت كأنه لم يكن موجودا فيها وفقدت كل شعور اتجاهه فلا أكرهه ولا أحبه. تعتبر جيني إسبر من أكثر الفنانات التي تمارسن الرياضة اليومية، وتحب جيني كل أنواع الرياضة والتمرينات التي تساعدها على الحفاظ على رشاقتها الجسدية وصحتها النفسية أيضا. آخر الشائعات التي طالت الفنانة جيني إسبر هو خبر زواجها من رجل أعمال لبناني زواجا مدنيا في قبرص، وهذا ما نفته جيني إسبر في تصريح صحفي لها وقالت زوجوني من غير علمي، فالخبر شائعة ولا صحة له وقلتها مرارا إن الزواج مشروع مؤجل. وعن سر رشاقتها كشفت جيني إسبر أن الرياضة هي السبب الأساسي في رشاقتها والتزامها بنظام غذائي متوازن. آخر الشائعات التي طالت الفنانة جيني إسبر هو خبر زواجها من رجل أعمال لبناني زواجا مدنيا في قبرص، وهذا ما نفته جيني إسبر في تصريح صحفي لها وقالت زوجوني من غير علمي، فالخبر شائعة ولا صحة له وقلتها مرارا إن الزواج مشروع مؤجل.